الهلاوي بداية سريعة للشوط المباراة الأول، كرة تلعب الوصلوية يبدأون بالشكل سريع. يا سلام يا إمبراطور، في الدقيقة الأولى أصحاب الأرض أصحاب الجمهور يتقدمون. لم نتحدث بعد عن التشكيل يا إمبراطور، هدف المباراة الأول للوصل، هدف سريع وقد يكون أسرع أهداف في الوصل في هذا الموسم. شوف الكرة الماضية وشوف راشد عيسى اللي حولها إلى الشباك الجزروية وسط التمويه من محمد الشيبة في اللقطة الماضية. في منتصف الملعب لصالح نادي الوصل، ولكن تمريرة خاطئة عادت لأحمد جمعة، نقلة إلى الأمام والجزراوي عاد للمباراة. يا سلام علي مبخوت والجزيرة يعود، علي مبخوت والجزراوي ما يتأخر كثير، غنى في زعبيل الجزيرة يعود بهدف علي مبخوت، مرور بشكل ممتاز والمباراة تسير بشكل أكثر من ممتاز حتى الآن. 1-1 بدوها الوصلوية وردة الفعل السريعة من الجزراوية عن طريق علي مبخوت لتصبح النتيجة 1-1. مباريات الوصل والجزيرة في الدوري، في كاس اتصالات، في أي مناسبة أكيد بأنها ستكون كبيرة وممتعة. كرة بتلعب إلى الأمام، الخطير، الهداف، اللعيب، ويا السلام يا السلام يا أحمد جمعة، لعيب والله لعيب، هدف ثاني للجزيرة عن طريق أحمد جمعة. أنت اللي تستاهل التصوير والأضواء يا أحمد جمعة. هدف ثاني جميل من الجزيرة، هدف ثاني رائع للجزراوية. أحمد جمعة شوف بس لمسة، بس انطلاقة، بس همسة، والثالثة في الجول، وهدف ثاني للجزيرة. أحمد جمعة يا سلام، هالولد هذا لعيب، الولد الجزراوي هذا لعيب. أحمد جمعة والثاني للجزيرة، هدف ثاني، وقد يكون التفوق الجزراوي قد يستمر في هذا المساء على الوصل في كأس اتصالات المحترفين. لكن لمسة هداف، إذن هدف ثاني للجزيرة عن طريق أحمد جمعة. طلب الكاميرا من لكن والله هدف جميل للجزيرة. إذن الجزيرة يسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة الآن 2-1. خالد درويش، عيسى علي يحاول، أوليفيرا محاولة ما زالت مستمرة. أوه أوه، الأمور ما انتهت للإمبراطور، المباراة لم تنتهي للوصل، المباراة لم تحسم لفوز زعبيل. العودة والتعادل من عيسى علي، هو اللي سجل الأول وهو اللي تسبب في تسجيل الثاني، واثنين اثنين بين وصل والجزيرة، اثنين اثنين بين الأصفر والأبيض، والاثنين حلوين. هدف ثاني وتعادل، هدف ثاني يأتي وردة فعل سريعة من الوصل، التعادل إذن 2-2 في مباراة حلوة، أجواء بطولة الدوري وليس كأس اتصالات. 2-2 والتعادل، ويقول لهم سمعوني يا الوصلوية سمعوني. 2-2 إذن